سادت المناطق الغربية من العراق موجة استنكار وسخط شديدين، وذلك بسبب محاولة مجموعة مسلحة حماية أحد الأشخاص المطلوبين للقضاء. نحن أبناء الأنبار ندين ونستهجن كل عمليات محاولات جرء المحافظة أو المجتمع أو المواطنين إلى الاقتتال أو التجمهر أو أي مظاهر من مظاهر العسكرة. دفعنا تضحيات جسام، لا لسنا باستعداد لأن نسمح بأن تعود المحافظة أو يعود البلد إلى المربع الأول. شيوخ عشائر الأنبار ووجهاؤها أعلنوا وقوفهم بوجه الجهات المنفلتة، وطالبوا الجهات الأمنية باتخاذ إجراءات صارمة لمنع دخول عناصر مشبوهة وتحويل المحافظة إلى بؤرة توتر. أدعو شعب الأنبار عدم الانجرار وراء الإشاعات التي تقود محافظتنا إلى الخراب، حيث أن محافظتنا آمنة مستقرة مزدهرة بفضل قياداتها الحكيمة وبمجالس شيوخها ووجهائها، حيث أن الفتن لا تهوي بالمحافظة إلا للخراب. فلا نقبل هذه الإشاعات التي تقود إلى أن هناك انجرارات وراء التفاعلات السياسية هنا وهناك، حيث العشائر وبمجالسها قادرة على حل كل المعضلات اللي موجودة ضمن المحافظة. وأكد الأنباريون ضرورة المحافظة على المكاسب الأمنية المتحققة في الأنبار، لا سيما بعد تعزيزها بمكاسب سياسية يعول عليها بفتح العديد من النوافذ التي من شأنها تحقيق نهضة عمرانية لافتة. من الرمادي إدريس يحيى، قناة الفلوجة.